USS Channel Maroc. قال الكاتب: إن المسيرة الخضراء كلفت زها 300 مليون دولار، أي ما يقارب 3 ملايير درهم، تم توفيرها بواسطة اكتتاب وطني ومساعدة خارجية. خارجية آتية أساسا من المملكة العربية السعودية، وأكد بابي أن المغاربة تتحملوا جزءا كبيرا من هذا المبلغ بواسطة اكتتاب وطني. أطلقه الملك الحسن الثاني رحمه الله، وقد أخذ في واقع الأمر شكل ضريبة طبقت على الأشخاص المعنويين، الشركات، والأشخاص الذاتيين. أخذت شكل اقتراض ضخم أكثر من 108 مليار درهم في خزينة الدولة في أقل من 3 أشهر. وحسب أحد الاقتصاديين المغاربة فقد كلفت الصحراء المغربية، بدأ من سنة 1975 على الأقل 950 مليار دولار، أي ما يقارب 9500 مليار درهم، علاوة على أكثر من 250 مليار درهم كمصاريف مدنية. وأظهر المغرب كفاءة عالية على المستوى اللوجستيكي والتنظيمي، لحدث تاريخي عرف مشاركة 350 ألف مغربي توجهوا في نظام وانتظام. أبي العزيز، عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنو هي 350 ألف ديال السكان. 10% من هذه النساء، إن النساء والرجال شقائق في الأحكام، شقائق في الحقوق، شقائق حتى في الوطنية. تصور 350 ألف الناس غادي تنقلهم آلاف الكيلومترات، كاين اللي ما عمره ما مشى الصحراء، كاين اللي ما عمره ما شاف البحر، كاين اللي ما عمره ما بات في الخيمة. هادشي كله خصك تجمعوا وينتظروا ويكونوا مستعدين باش يدخلوا الإقليم ديال الصحراء، فيجدون الخيام ويجدون التغذية ويجدون المأوى ويجدون كل شيء. هاد 350 ألف الناس اللي نزلناها في الصحراء خصها تاكل وتشرب وتعيش، ما همش يديروا رمضان تمايا. كاين المسيرة في حاجة يوميا إلى 1,250,000 خبزة، كانت المسيرة في حاجة إلى 2,500,000 لتر ديال الماء. أبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة من طرق فايا إلى العمق الصحراوي مدججين بسلاح خاص غير معهود في الحروب، هو المصحف الشريف، فضلا عن العلم الوطني والإيمان الراسخ بعدالة القضية. وبفضل ذلك شكلت المسيرة الخضراء مكونا من مكونات الهوية المغربية. الخطاب كان سبحان الله، كان خطاب كان بالكتاب والسنة. الكتاب هو المسيرة جاية بكتاب الله، والسنة هي عند منين قال رحمه الله الحسن الثاني، قال: غدا إن شاء الله ستلمسون أرضا من أرضكم ورمالا من رمالكم وستعانقون أهلا من أهلكم. يعني هذه سنة، سنة الرحيم. USS Channel Maroc.